السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوتي أخواتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. بعد ما تم رفض الصراح المؤقت ديال دنيا ديال الأخت دنيا باطمة اللي محكوم عليها بالسجن في الولاية واللي كتقضي العقوبة ديالها، فدنيا باطمة حاولت أن تقوم بواحد بادرة. هذه البادرة أخوتي اللي صراحة هي من مخططات بوعشرين، مخططات محامي بوعشرين، اللي حاولت فيها أنها تقوم بطلب أو يعني بهذه العبارة، أن تزاوج الناس اللي قاموا برفع الشكاية ضدها أنهم يقوموا بالتنازل ديالها، وأكثر من هذا أنها حاولت تقوم يعني مقابل تعطي مقابل مادي حتى يتنازلوا على هذه القضية أو لهذه الشكاية. والسبب كما كتعرفوا أنها بغات ترجع القيمة ديالها كما كانت من قبل. صراحة أخوتي طريقة جهنمية، طريقة كتحاول فيها يعني عدة سبع وجوه، يعني هاد الوجوه الأخر هو أنه كتصيفط الناس باش الناس اللي كتصيفط لهذوك الناس يعني اللي رفعوا بها الشكاية باش يتنازلوا، يعني وبالتالي تحصل على أكبر عدد من الناس التنازلات، وبالتالي تدفعهم للمحكمة حتى تثبت يعني تكون كحجة أنها هي التنازلات كينا. إذا ما يبقى إلا رفع يعني يخليوا سبيلها وما يحكموش عليها بديك 8 أشهر اللي كانت حكموا عليها ابتدائيا، واللي كانت منتظرها في يعني في الاستئناف يعني القادم في الشهر القادم إن شاء الله اللي غيتم الحكم بالاستئناف. وهنا في كنشوفوا ان هذه المغنيه فهي في ورطه، وحتى المحامي في ورطه، لان هذا الموضوع او لهذه القضيه اللي كتشغل الراي العام المغربي، اللي كتشغل الراي العام المغربي، فما بقى لهم لا حل ولا حلول في باش يخرجوا من هذه الورطه. وحتى بوعشرين اللي دخل راسه في هذا الملف فهو نادم اشد الندم، كونه انه دخل في هذا الملف وما عرفش انه غيجر عليه ويلات ومصائب. ها هو كما النتائج، وها هو كما حصل، وما عرف ما يعمل حتى انه بقى كيكتب وكيكتب يعني شي ادله، يعني ادله على اساس بغى يبرأ دنيا باطمة والاخت ديالها، يعني يعمر واحد المحضر يعني مجموعه من الصفحات ودفع النيابه العامه المحكمه الابتدائيه على اساس انه يبرأ الموكلات ديالو. ولكن كانت صدمة أن المحكمة خرجت بواحد القرار، بواحد الإصدار يعني تأكد فيه أن جميع التهم منسوبة لهاد المتهم اللي هي دنيا باطمة وابتسام باطمة، واني ما كاين حتى شي يعني شي حاجة اللي غتبرأهم من هاد الاتهامات. حتى أن هاد المحامي فهو ما حصلش على المستحقات كاملة ديالو، ما حصلش على المستحقات كاملة، لكون ان دنيا باطمة عرفت ان الملف ديالها فهو ما غينجحش، القضية ديالها ما غتنجحش فيها، لان اتهامات كاملة ثابتة ضدها، وحتى انها بغات ترجع القيمة ديالها كما كانت مؤخرا في الساحة الفنية، يعني في السهرات في المهرجانات في المعارض، هادشي كامل افتقداته، وانها كتعتبر راسها ان من الناس المليارديرات بالمغرب، كون ان جمعتها الثروه الطائله يعني ملي كانت في الخليج، وحتى ديك الاغاني اللي كانت احياء السهرات في دول الخليج والاعراس، فيها الثروه خوتي ما حاولاتش انها تحمد الله وتشكره وتحتفظ بها ودير اعمال خيريه وتوب الى الله سبحانه وتعالى، ولكن هي خرجات الطريق يعني عمات يعني عماو، قالت شنو غندير؟ افتح حساب وغمدا ننتقم من الناس. هاد الشيء اخوتي الفكره ديالها اللي راوضاتها هذه سنين، ربما ايام الطفوله اللي دوزاتها، يكون ان هاد الشيء مرض نفسي، انا باعتباري ان هاد الشيء عندها مرض نفسي، حاولت ان تعيشوا وتنتقم من الناس اللي كانوا وربما كانوا كيسبوها من الناحيه الجماليه، انها كانت قبيحه الوجه ربما،
ودابا دارت عملية جميل صبحت إنسانة جميلة، ربما أن كانت فقيرة الآن دابا ولات غنية، يعني بحال بغات تشفى فيهم وتقول لهم شوفوا أنا كيما وليت. أكثر من هذا أنها كتنتقم من الناس الفنانة، من الناس في ميدان الفن، في ميدان الموضة، كما شنا مع سلطانة اللي حاولت أنها استفزها بديك القفطان المغربي. هنا كانت البداية ديال الشرارة ديال الحساب حمزة مون بيبي، وحتى أن بنات بلادها اللي كيعملوا في يعني في المشارق كمريم السعيد انتقمت منها عن طريق سيمو بالبشير، وهذاك سيمو بالبشير مازال أخوتي عندنا معاه مجموعة من يعني حتى هو غنديروا ليه يعني شي موضوع اللي غيندم على حياته، لانه سكتنا عليه بزاف هذاك السيد، سكتنا عليه بزاف، وكيسحب راسو راه باقي عايش برا امريكان، وانه راه فلت من العقاب، رفلت في العقاب، ولكن جميع ادله ثابته في حقه، وتيك الفيديوهات اللي كان كيعمل مع هذيك دنيا باطمه مباشره وفي يعني في وسائل الاعلام كما كنشوف في اليوتيوب كيسبوا فنانين مما في ذلك سبوا لهم سعيدة شرف، اللي من هذا المنبر كنبغي لها التحيات ديالي. هاد السيدة اللي من بعد ما انفجرت قضية حساب حمزة مون بيبي مبقاش كتخرج، مبقاش كتدلي بشي رأي، وهذا يعني هاد السيدة هو الرقم الصعب عند هاد العصابة، عندهم رقم صعب ما قدروش انهم يوصلوا لها، لان الى وصلوا لها فهي غتزيد مازال تعطيهم ادلة اللي غتزيد تورطهم اكثر من هذا. حاولوا ان يتقربوا لها للتنازل، فهي امتنعت بداية المحاكمة، بداية الجلسات قالت لهم انا ما نسمحش لهم، الى سمحوا لهم 40 مليون ديال المغاربة ديك ساعة انا نسمح لهم، حتى الى اسمح لها رب الله سبحانه وتعالى انا نسمح لها. شوف اخوتي هاد الانسان الطيب الخلوقة اللي دائما كتبعد راسها من المشاكل، وهاد الشي اللي الناس هاد العصابة ديال حمزة مون بيبي ما راقهمش هاد الطريقة، ويعني طريقة ذكية اللي قامت بها هاد سعيدة شرف الفنانة الرائعة سعيدة شرف باش ما يحاولوش يتقربوا لها. اذا اخوتي فدنيا باطمه بهاد الاموال الطائله اللي عندها كتحاول دائما اخوتي تطلب وترغب الناس، ولكن الناس رفضوا رفضا باتا، لان الضمير ديالهم ما يقدرش يسمح لهم انهم يتنازلوا على حقهم، وهما كيصروا انهم هاد المغنيه تكمل العقوبه ديالها يعني في الحبيبيس، تكمل العقوبة ديالها في الحبيبيس باش تكون عبرة للجميع. اي واحد سولت له نفسه انه يمس كرامة الانسان، يمس كرامة اي واحد يعني لا علم له، تلقى الصور دياله، تلقى الفيديوهات دياله في الحساب، يعني السب والشتم والتشهير، هادشي كامل اخوتي كيعاقب عليه القانون، زيادة عن القانون فوق كل الجميع، القانون فوق كل الجميع. في انتظار بت الجلسة في الشهر المقبل، الحكم الاستئناف اللي غي يدلي به القاضي التحقيق بمراكش، نتمنى من الله عز وجل أن القضاء المراكشي يأخذ بعين الاعتبار ضحايا هذا الملف، وما يحاولوش انهم يجيو من المغنية، لان هذا الشيء اتضح لنا كثير ان القضاء كيحاول يجي من المغنية، كون ان حامل ربما ان ذيك الحمل اللي كما شنا مؤخرا يعني الناس كيأكدوا ان ذاك الحمل مزيف، ولكن الحقيقة غتبان اخوتي. وهذا الشيء اللي كنتظروا من القضاء المغربي، يفك اللغز ديال الحمل، يفك اللغز ديال حساب حمزة مون بيبي،
شكون وراء هادشي كامل؟ شكون وراء هادشي كامل؟ ان شاء الله اخوتي نعرفوا الحقيقة عما قريب، ويتنصفوا جميع الضحايا، جميع الضحايا هاد الحساب، ويبان الحق، وترجع الامور كما هي، وينالوا جميع المتهمين العقوبة المناسبة لهم، وحتى واحد ما يفلت من هذا العقاب. وأكد حتى واحد ما يفلت من هذا العقاب، سواء المغنية أو غير المغنية، القانون فوق الجميع. دمتم أخوتي في رعاية الله، وما تنسوش تعملوا اللايك اللايك أخوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.